لو الحكاية فيها إن فيتو. بقالك كم سنة يا حاج بالسوق؟ بقالي بالسوق؟ بالسوق بقالي 42 سنة. بدأت معاك الهواية ازاي؟ الهواية من وانا صغري بهوى العصافير وبهوى حبة الطيور وبحب الحيوانات كده يعني. وعضو مؤسس الجمعية المصرية برضه اللي هو طيور الزين. بدأت في الشغلانة دي من 5 سنين. أول حاجة بدأت يعني بجوزين. بعد كده ربنا كرمني عملت سلكة كبيرة، أجرت شقة، بيت عصافير، الحمد لله يعني هما شغالين. بس دلوقتي التجار مغلين علينا الأكل والحاجة رخيصة، يعني كنا الأول بنبيع الجوز ب 70 و80 جنيه، دلوقتي ب 30 و40، مش عارفين نشتغل. ده مصدر أكل عيشك الوحيد ولا؟ هو ده مصدر أكل عيشي، وأنا في إصابة الحمد لله. طب عرفت الهواية دي منين؟ كان اخويا مربي واخويا كبير مربي. يعني الهواية بدأت عندك ازاي؟ الهواية يعني هي يعتبر قولي وراثة. ازاي وراثة يعني؟ يعني والدي كان مربي وبعد كده اخويا ربى وبعد كده اخويا الثاني ربى انا ربيت. كنتوا بتربوا من قد ايه؟ من كام سنة كده؟ لا انا ما اعرفش، انا الوحيد يعني بربي من 5 سنين، هم بقى من بعدين من زمان.